كثير من المحللين السياسيين وكثير من المتواجدين في الشارع المصري بيتكلموا في مشكلة رجوع أو فض مجلس الشعب كثير من السياسيين بيقولوا إزاي بعد المحكمة الدستورية العليا لما تحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وفض مجلس الشعب بعدها المحكمة الإدارية ترجع تقول مثلا هنرجعه هي بالفعل المحكمة الإدارية قالت أنه باطل امبارح صرحت بحكم انه المجلس الشعب باطل والمفروض ان احنا ان شاء الله بعد خروج الدستور وأخذ راي الشعب المصري في الدستور هنبتدي نعمل انتخابات برلمانيه جديده حوالين هذا الموضوع معايا في الاستوديو ضيفي المهندس فتحي دسوقي عضو, عضو مجلس الشعب السابق والدكتور احمد مهران دكتور قانون العام ومدير مركز القاهره الدراسات السياسيه والقانونيه صباح الخير يا فندم صباح الخير ازي حضر. حضراتكم هل فعلا كان في عدد كبير من المحللين السياسيين او اللي تبع او بيساندوا الحزب الحريه والعداله وحزب النور كانوا متوقعين انه المحكمه الاداريه هتحكم امبارح بانه يرجع مجلس الشعب نعم م. هل اللي انا قلته في الاول في المقدمه جت قبل كده في اي دوله في العالم ان يبقى في محكمه دستوريه عليا تحكم بحكم بعد كده يجي حكم تاني يقول لا هو فندم بعد حكم المحكمه الدستوريه كان المفروض ان مجلس الشعب انتهى تماما تمام وتم حله والموضوع ما كانش إيه لكن تم رفع دعوه من قبل حزب الحريه والعداله وبعض الاشخاص اللي موجودين اه يعني على اساس رجوع مجلس الشعب لان بعض الاحزاب اللي هي موجوده واخده اغلبيه في مجلس الشعب اللي احنا كنا فيه م. متخيله ان لو عاد لو تم اعاده الانتخابات هيبقى صعب الحصول على نفس النسبه والاغلبيه في مجلس الشعب. م. لكن احنا عايزين نقول ان احنا بنحترم احكام القضاء المصري طبعا ولو عايزين نبني فعلا دوله مصريه حديثه لازم يكون اول شيء ان احنا نحترم احكام القضاء لكن هي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها حتى مع الدكتور احمد ان احنا حضرتك المجلس العسكري هو كان في يده سلطه التشريع وهو حط حضرتك قانون الانتخابات وهو اللي اضاف الماده الخامسه اللي اصابت قانون الانتخابات بالكامل بالعوارض الدستوري لما قالوا ثلثين قايمه وثلث فردي وبعدين بعد كده اضاف الماده الخامسه وسمح للاحزاب انها تترشح على المقاعد الفرديه لمزاحمه المستقلين وهو ده اللي اصاب قانون الانتخابات بالعوارض الدستوري هو كان في يعني اتفاق او شبه اتفاق مع الاحزاب والقوى السياسيه اللي طلبت ان الاحزاب تخش على المقاعد الفرديه ان يكون في تحصين للماده الخامسه في الإعلان الدستوري المكمل او هيحصنوا الماده ديت بحيث ما يبقاش فيها عوار دستوري لكن طبعا الناس لما رفعت اواضي اللي, اللي هم الفرد اللي هم والمستقلين اللي هم تضرروا من هذا الامر فكان حكم المحكمه الدستوريه طبعا حكم صحيح ما فيش فيه اي كلام فعلا ان القانون فيه عوار دستوري وايام قبل الانتخابات مجلس الشعب ولما صدر القانون كل فقهاء الدستور قالوا ان مجلس الشعب هيتحل وباطل فهو كنا بنتكلم برضو في تكلفه الانتخابات لكن برضو كان في فقهاء دستور كانوا بيطلعوا ويقول لا ده مش باطل يعني لا اللي كان بيتكلم حضرتك اصل النهارده حضرتك معظم الناس بقت فقهاء دستوريين و... و... وتعدد القنوات الفضائية سمح لكل واحد بيطلع يبقى فقيه دستور وكل واحد بيقول اللي هو عايزه أنا عايز مجلس أي... الشعب يفضل يبقى... يبقى, لازم محكمة الدستورية أخطأت م. عايز مجلس الشعب ما يرجعش ونعيد الانتخابات تاني يبقى المحكمه الدستوريه صحيحه ونتكلم ونبحث في القانون ونجيب حضرتك وكل واحد يستغل القانون بطريقته ويفسره بطريقته. طب دكتور احمد بعد اذن سيادتك انا امبارح كنت متابع في الاعلام بشكل عام اذا كان مرئي او مسموع انه في قضيه تانيه خليني اوضح لك الموضوع <applause> الموضوع في قضيه ثانيه احتمال تحكم فيها بأنه في هو يرجع مثلا مش مجلس فاهم الشعب الموضوع بالظبط يا ريت تفصل لنا بقى مش فاهم الموضوع خليني اقول لك ان القصه ببساطه جدا ان قانون مجلس الشعب صدر مشوب بعوار دستوري وبعدين بناء عليه اجريت انتخابات برلمانيه اتت بمجلس الشعب ومجلس الشورى ثم رفع احد الاشخاص اللي, اللي كان موجود او اللي كان نازل انتخابات في محافظه القلوبيه على المقاعد الفرديه هذه الدعوه ورفعها بيطلب بطلان الانتخابات في الدائره دي م. على اعتبار انه في نوع من التزاحم ادى الى الاخلال بمبدا المساواه بينه كمرشح مستقل وبين مرشح اخر حزبي نافسه على نفس المقعد م. حينما عرض دفوعه ودفاعه على المحكمه رات المحكمه ان دفوعه ودفاعه فيها من المنطقيه ومن العقل ما يتفق مع صحيح القانون وانه هناك ربما شبهه شبهه عدم مساواه فاحالت الدعوه برمتها الى المحكمه الدستوريه م. لتفصل فيها المحكمه واي. زي ما احنا عارفين ان جميل. الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا بيقول ان احكام هذه المحكمه ملزما للكافه م. ويقصد بذلك ان احكام المحكمه الدستوريه ملزمه كافه هيئات الدوله ومؤسساتها وسلطاتها بان تنفذ احكام هذه المحكمه في نفس التوقيت تقريبا كان هناك سيده موجوده في الانتخابات على المقعد الفردي في دائره الساحل هنا في القاهره م. اصابها ما اصاب هذا الشخص من خلل في الانتخابات فرفع دعوه مماثله م. هذه الدعوه تم احالتها الى محكمه القضاء الاداري م. داخل ذات الدائرة التي كانت تنظر دعوة أمس، لكن هذه الدعوة لأنها رفعت في وقت لاحق بعد أن أخذت الدعوة الأولى كل التغطية الإعلامية والضجة الإعلامية لم يعلم الكثيرون عنها شيء. لا. هذه الدعوة الأولى. التي رفعها الأستاذ أنور في القلوبية قادت المحكمة أمس بتأجيل الدعوة وإرجاء الفصل فيها إلى يوم 15 أكتوبر لتقديم المذكرات الدعوة الأخرى التي قدمتها السيدة التي كانت على مقاعد الفرد في دائرة الساحل بالقاهرة كانت المحكمة قد تداولتها واستمعت فيها إلى دفوع ودفاع الأطراف وحجزتها للحكم في ذات تاريخ أمس فكانت المحكمه في الدعوه الاولى اجلت لتقديم المذكرات في 15 عشرة وفي الدعوه الثانيه قضت بتاييد حكم المحكمه الدستوريه العليا بان مجلس الشعب زال بقوه القانون منذ <ممم> لحظه نشوئه لانه بني على قانون مشهور بعيد عن الدستور. يعني احنا في عندنا لسه حكم هيحصل يوم 15 بس لكن النتيجه واضحه ليس ابدا من, من, من المنطق ولا من, المنطق من, من القانون آه آه ان تقضي ذات الدايره آه آه في ذات آه الموضوع رغم, رغم اختلاف الخصوم آه آه ورغم اختلاف المكان والسبب ان تقضي ذات الدايره بحكم مغاير يخالف م. الحكم الاول فالمحكمة مش هتخالف نفسها اذا اصبح لا مناص من اجراء انتخابات برلمانية جديدة تمام. القانون خلاص كده مشوب بعيد عدم الدستورية مجلس الشعب عفوا لن يعود مره اخرى مم. ستجرى هناك انتخابات برلمانيه جديده ويبدو ان الدكتور محمد مرسي قرا المشهد ده قراءه جيده جدا قوي. حينما وضح بنص خاص داخل إعلان الدستوري الاخير انه ستجرى انتخابات برلمانيه خلال 60 يوم من الاستفتاء على الدستور، خليني اقول لك ان اجلا ام عاجلا كان المجلس هيتحل هيتحل مم. لان مؤسسات الدوله تبنى على قوانين متفقه مع الدستور وأنها طيب. قانون, قانون كان هيتعدل بناء على الدستور الجديد اتفضل عايز أقول. هو فعلا مجلس الشعب تم حله لان فيه عوارض دستوري في قانون دستور الانتخابات نعم. لكن انا عايز اقول ان فيه خطوره شديده جدا جدا ان السلطه التشريعيه والسلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية. امبارح إيه يعني الدكتور محمد مرسي قال ان انا السلطة التشريعية السلطة التشريعية انا ما اتكلمتش فيها خالص ومش عايز استخدمها خالص الا في الحدود حدود واستخدمها في, في موضوعين بس صغيرين خاص بالتعليم الثانوية العامة والثانوية العامة وثانية ثانوي يعني حاجة الأهم بقى من ذلك سيادتك في يعني قصدي هو وعد ان هو مش هيستخدمها ده مهم جدا لغاية لما ان شاء الله يسلمها لمجلس الشعب ده مهم جدا الاهم من ذلك كله حضرتك قانون الانتخابات يتعمل ازاي؟ اللي هيتم بناء عليه انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى اذا كان مجلس الشورى هيفضل موجود المفروض ان احنا هيفرق. خلاص شلنا الفردي اه لا هو احنا حضرتك لو اتكلمنا على القوائم لا لسه النظام ما احنا آه. احنا في مصر لا يصلح فيها الا النظام الفردي انتخابات النظام الفردي ليه؟ لان احنا ما عندناش احزاب قويه في الشارع المصري. حضرتك انا قريت في احدى الصحف ما اعرفش اذا كان الخبر ده صحيح ولا غلط ان هو الغاء الفردي. لا كده البرلمان مجلس الشعب كله برمته اتحل أه. الفردي والقوائم. انت أه. عارف في حاجه مهمه. يعني انا الانتخابات الجايه. لا الانتخابات الجايه لسه لم تحديد يتم نظام تحديد. النظام الانتخابي لم يتم تحديد. بس هم بيتكلموا دلوقتي في نظام القايمه الاوائم النسبيه. الاوائم النسبيه حضرتك هتبقى معناها ان احنا هنوسع الدواير يعني كل محافظه هتبقى دايره واحده. نعم. يعني ممكن كل محافظه تبقى دايره واحده دكتور. <applause> لو عملنا كل محافظة دايرة واحدة دي حريتك يبقى هنرجع لنفس المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي والقوة السياسية والاحزاب بيتكلموا فيها وكانوا عايزين مجلس الشعب يتحل عشانها ان برضو حزب الحرية والعدالة وحزب النور هيبقى اكتساح <applause> لان هم اللي متواجدين في كل بلد وفي كل مكان <applause> لكن الاحزاب اللي موجوده حاليا في الشارع المصري ما لهاش تاثير ولو لها تاثير لها في القاهره مع مجموعه المثقفين لكن الناس اللي في الشارع حضرتك العاديين اللي هم بيطلعوا ينتخبوا حضرتك واللي هم مؤثرين في العمليه الانتخابيه الاحزاب مش مؤثره ما يعرفوش اسماء الاحزاب كمان ولا اسماء رؤساء الاحزاب طب بما ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده الى حد ما او الى حد كبير صحيح أن الحريه والعداله وحزب النور متواجدين في الشارع بشكل كبير جدا. طب احنا كنا ليه الفتره اللي فاتت ها بعد ما اصدر المحكمه الدستوريه العليا حكم بالغاء المجلس الشعب ها واسقاطه كان في امل بشكل غير طبيعي وفي نفس الوقت ضغط طول الوقت ان احنا لا مجلس الشعب لازم يجي لازم يرجع تاني. طب بما انتم اوريدي عارفين ان ده يعني ايه الفايده؟ يعني ايه الهدف من أننا لا رجعه مجلس الشعب تاني صحيح انك يعني حق الحق في التقاضي هو حق مكفول لكل المواطنين تمام والبعض كان يستخدم هذا الحق سعيا وراء عوده مجلس الشعب مره اخرى على اعتبار اننا في مرحله انتقاليه خطره تمر بها البلاد أوه. ووجود مؤسسه تشريعيه تعمل على مسانده السلطه التنفيذيه في اصدار القرارات والتحديد والتاكيد على مشروعيه هذه القرارات وانها تتفق مع صحيح القانون ربما يكون امرا ضروريا يساند السلطه التنفيذيه في اداره شؤون البلاد في هذه المرحله الصعبه من تاريخ مصر بس في وان إصرار إصرار هناك اصرار و... اصرار مش طبيعي بعد ان يكون المحكمه بتقول ده يعني المساله يعني... قيست بمعايير مختلفه عما نحن نتحدث عنه فضل. ربما نحن نتحدث عن مسائل وجوانب قانونيه محضة. أوه. تؤكد بان القانون يقتضي فيه ذلك والاحكام تقول ذلك وان دوله القانون ودوله المؤسسات تقتضي احترام سياده القانون تمام. البعض الاخر كان يوزن هذه المساله بمعايير مختلفه البعض كان يري ان هناك اكثر من 30 مليون مواطن نزلوا الى هذه الانتخابات ولا يمكن اهدار هذه الاصوات والبعض الاخر كان ينظر ان المساله مساله اقتصاديه بحته، هناك مليار. مليارات انفقت مليار. في هذه الانتخابات وكيف تهدر هذه الاموال ويحل بعدها مجلس الشعب، العبره ليست بكذلك، م. يعني مع احترامي الشديد لل صوت وانا واحد منهم، هناك 60 مليون اخر غير ال مليون لم ينزلوا او شاركوا او او هم معترضون او مخالفون لهذا الراي. م. هناك اموال اخرى كثيره اهدرت في ظل الحكومتين السابقتين ولم يتحدث عنهم أحد إذن المسألة ليس لها علاقة لا بالجوانب الاقتصادية والمادية ولا بالأصوات التي أهدرت وإنما المسألة لها علاقة باحترام سيادة القانون الضمانة الوحيدة في النظم الديمقراطية في دولة تريد أن تؤسس لنفسها وجودا كدولة ديمقراطية مدنية حديثة دولة م. قانونية دولة مؤسسات لابد وأن يحترم فيها القانون م. تطبيق القانون أولى وأهم بالرعاية والاهتمام من البحث عن الأموال التي أنفقت أو حتى الأصوات وكنا نعلم ذلك جيدا ولطالما تحدثنا عن ذلك يعني خليني أقول لك أن مسألة مجلس الشعب والصراع حول عودة مجلس الشعب ربما البعض كان يرى فيها أن الحصول على النسب التي حصلوا عليها ليست بأكيد لكن برضو خليني أقول لك أن المسألة الآن أصبحت واضحة التغلغل داخل الشارع المصري من القوى السياسيه لا سيما التيار الاسلامي السياسي تؤكد بانهم يعني بيعملوا كويس داخل الشارع على القوى الاخرى نعم وعلى التيارات الاخرى ان تعمل بذات القوه يعني ليس عيبا في من هم اكثر انتشارا واكثر تقربا من المواطن المصري وانما العيب في اننا لا نسعى ولا نجتهد لان نحظى بنفس المكانه سريعا بعد ده. اذنك لان المخرج لسه قايل الفقره خلصت تفضل السؤال بس حضرتك هل لم يعرض قانون الانتخابات على المحكمه الدستوريه او الدستوريين اللي موجودين على ترابيزه على ترابيزه الاجتماعات في مجلس الاعلى القوات المسلحه لكن هي الشعب الانتخابات. المصري دافع للاسف الشديد ضد قبل الانتخابات قصدك مش كده قبل الانتخابات هذا القانون لم يعرض على الدستوريين ما كانش فيه المس... احد المستشارات موجوده على ترابيزه بتاع قوات مجلس الاعلى للقوات المسلحه البلد والشعب المصري بيسمع تمام الصفقات اللي كانت بتتم قبل الانتخابات للاسف خليني اقول لك ان قانون المحكمه الدستوريه نعم. العليا القانون المعمول به منذ عدد طويل جدا عقود من السنين مم. معمول ان الرقابه القضائية على القوانين هي الرقابه اللاحقه لا الرقابه السابقه ما عندناش في مصر رقابه دستوريه سابقه عزيز. لكن مم. نطالب الان والبعض يطالب بان تكون هناك رقابه سابقه على بعض القوانين التي من شانها ان تكون مكمله للدستور والتي بسببها تاتي الانتخابات انا اسف منه. جدا لكن وقت الفقره خلص هنتناقش ثاني نتمنى ان احنا الاهدار اللي بيحصل ده ما يحصلش تاني المهندس فتحي دسوقي عبدو عضو مجلس الشعب السابق والدكتور احمد مهران دكتور, دكتور القانون العام ومدير مركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه شرفتونا يا فندم وشكرا جزيلا لحضراتكم فاصل راجعين حالا